المتقين يا سلام ناس في فزع في رعب، لكن المتقين في أمن وأمان. إذا شعر الناس بالفزع والخوف ترى المتقين في أمن وأمان. قال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين، لا يفزعون ولا يحزنون إذا فزع الخلق وإذا حزن الخلق. طب الصنف الثالث، صنف حشر إلى أرض المحشر على قدميه، وصنف حشر إلى أرض المحشر على ركائب الآخرة والملائكة في استقباله بهذه الحفاوة وبهذه البشريات. أما الصنف الثالث يا الله، أول ما يبعث من القبر يحشر على وجهه. حضرتك متصور معايا المشهد ده؟ والله العظيم مشهد يخلع القلب. تصور انت ماشي كده في أرض المحشر أو راكب ربنا جعلناك من المتقين، تم ترى صنفا من الخلق أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك يمشون على وجوههم، على وجوههم ترى رجله لأعلى ووجهه على الأرض. مشهد عجيب. قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بيسألوه في رواية الترمذي قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه وصنفا ركبانا وصنفا على وجههم. قالوا يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم؟ وفي رواية البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه، يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ فقال بأبي هو وأمي وروحي، أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ أوليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم جميعا نقول بلى وعزة ربنا إنه لقادر. مشاهد رهيبة. صنف راكب معزز مكرم، أهل الإيمان أهل التقى أهل الاستقامة أهل التوحيد أهل الاتباع، وصنف يمشي على قدميه وصنف يمشي على وجهه. فإذا ما وصلت الخلائق جميعا إلى أرض المحشر، وأرجو بالله عليك أن تعيش معي الليلة بقلبك وسمعك وعقلك وكيانك كله، وأنت ترى البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة تقف في أرض واحدة في موقف واحد. وصلت البشرية إلى أرض المحشر ثم دنت الشمس من الرؤوس، لا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله، إلا الله، وإلا فربنا جل وعلا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تدنى، أي تقترب، أي تقترب، تدنى الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. يا رب سلم ميل، أهو ميل المسافة، أهو الميل المسافة المعروفة، أم هو الميل الذي يكتحل به في العين ميل المكحلة؟ الله أعلم بمراد رسوله. قال تدنى الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على رؤوسهم بمقدار ميل، فيغرق الناس في عرقهم كل بحسب عمله، فيغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فيه. يا الله، بعدين يزداد الهم بعد كده ويزداد الكرب، بعد كل ذلك في كرب تاني أشد. أيوة، ما هو هذا الكرب؟ يؤتى بجهنم. يا رب سلم، بجهنم.
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصفا دقيقا كأننا نراه قال بأبي وأمي وروحي كما في صحيح مسلم يؤتى بجهنم. يا الله يؤتى بجهنم فين؟ إلى أرض المحشر. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحديث في صحيح مسلم، أنا لا أقول قصة بل أقول حديثا صحيحا في أعلى درجات الصحة. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا رب سلم. إذا رأت أيها الأفاضل جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل جلاله، فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما قال رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. يا ربي شمس فوق الرؤوس، الناس غرقانة في العرق، الناس غرقانة في العرق، جهنم عمالة تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا، خلائق في رعب رهيب لا يعلمه. لا أستطيع مهما أتيت أن أبين لحضراتكم شيئا ولو يسيرا من هذا الهول والفزع الذي يصيب البشرية كلها بلا استثناء، حتى الرسل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول بعض الخلائق لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: ائتوا آدم أبو البشرية. فيأتون آدم اللي بيحكي لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شوف بيوصف لنا وصفا دقيقا واضحا، قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك. أي كرم هذا؟ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدت لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم أبو البشر الذي نفخ فيه من روح الله، الذي أمر الله الملائكة بالسجود له، فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. آدم أيها المسلمون يقول: نفسي 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 نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، قال الحبيب المصطفى. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، أنت أول الرسل إلى الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، وقد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، قال الحبيب المصطفى. فيأتون إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وأنت خليل الله من أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول الخليل:
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر إبراهيم كذباته ثم يقول نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام ويقولون يا موسى أنت رسول الله وأنت كليم الله اصطفاك على الناس برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون يا عيسى أنت نبي الله وأنت روحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولا يذكر عيسى ذنبا، ثم يقول عليه الصلاة والسلام أي عيسى نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب فيأتوني فيقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقوم الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي وروحي ويقول نعم أنا لها أنا لها أنا لها. قال فأآتي تحت العرش فأخر ساجدا لله جل وعلا، ثم يفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فينادى علي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، صلى الله عليك يا رسول الله، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبي مرسل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، تتجلى كرامته ومكانته بأبي وأمي وروحي في هذا الموقف العصيب الرهيب، حيث يقول الخليل إبراهيم نفسي، ويقول موسى الكليم نفسي، ويقول عيسى نفسي، ويقول نوح نفسي، ويقول آدم أبو البشرية نفسي، ويقول الحبيب أنا لها. هذه كرامة رسول الله عند الله ومكانة حبيب الله عند الله. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول الحبيب في رواية الصحيحين يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقدم الحبيب أمته على جميع الأمم.